بالنسبه لوزير التموين راجل ما بيراعيش ظروف الشعب ولا حاله الشعب ولا الراجل الفقير، راجل عايش في برج عالي فوق مش حاسس بناس، المفروض يقال هو لو عنده كرامه يقال اصلا يقدم استقالته فورا حفاظا على كرامته اولا وحفاظا على قوت الشعب نفسه. ده كلام غلط طبعا، على اساس ان دي فلوس دوله فما ينفعش طبعا حاجه زي كده. والله تسيب برضه، تسيب فساد، ده اللي انا شايفه يعني، دي وجهه نظر. المفروض هو بيطالب الشعب بالتكشف وما اعرفش ايه كده، بتمثل عبء جامد على ميزانيه الدوله، وهو اصلا المفروض الدوله غير مكلفه انها توفر له مسكن، المفروض هو ليه مسكنه الشخصي ويقيم فيه، والدوله لا تتحمل اي اعباء. يعني حاجه سوري مش غريبه، من ساعه من قديم الازل واحنا بنشوف الحاجات دي بتحصل. تمام، ما استغربش ابدا ان هو بعد ما جاب الناس ونزل اول ما دخل الوزاره ونزل فرق العيش والتموين وكل حاجه والسلع متوفره بكميات كبيره، بعد كده ما بقتش موجوده. طب السلع دي بتروح فين، او انتاجها الانتاج بتاعنا بيروح فين؟ انا مش لاقيه. لا، في جهات مختصه بالتحقيق في هذا الموضوع، واذا ثبت ان في اي شبهه تلاعب او حاجه زي كده مش مظبوطه يتحاسب. والله حضرتك دي ترجع بقى للهيئه، للناس اللي في الدوله هي اللي تحاسبه. احنا كشعب او كافراد احنا مالناش دعوه نحاكمه. في الهيئه، في رئيس الوزراء، رئيس الوزراء اللي يحاكمه ويشوف اللي حصل ده حصل ازاي والفلوس دي جايه منين. انما احنا كشعب احنا ما بنقدرش نتكلم نقول في حاجه. طبعا ما ينفعش يعني، هو بيقبض كام عشان هو يقعد في الشهر 30,000؟ يا سلام، 30,000 دي ايه دي يعني؟ هو في حد في مصر المفروض يقبض 30,000؟ يوزعوا ال 30، يوزعوا ال 30 على الناس ليه يعني 30,000؟ ما يجي يشوف الناس اللي بتقبض 3 4000 جنيه ومش مكفيه اليوم بتاعها، على ما اسمع ان هو تقريبا في الشهر ب 543,000 دولار، 543 في اليوم و 543 دولار. هو فعلا مبلغ كبير يعني، مش مبلغ صغير. لما وزير التموين وزير المفروض نقول عليه وزير الفقراء، هو فين من الكلام ده؟ هو فين؟ ما فيش حد ليه يحاسبه، ولا حد مسؤول ليه يقول له انت ساكن فين ولا قاعد ليه او بتعمل ايه. ما يجي يشوف منظومه العيش والخبز والسكر والشيء، ما فيش اي حاجه كويسه. انت شايف التموين ده، انت عشان تطلع بطاقه بتاخد بتدب عليها وقت كبير، تاخد وقت طويل عشان تعرف تطلعها. رايك في اتهامات لجنه تقصي الحقائق لوزير التموين بان هو حول توريدات القمح الوهميه للفلاحين اللي بلغت 560 مليون جنيه؟ ظلم طبعا وحرام، حرام، ده افترا كده على الناس. الناس تعمل ايه في الغلا ده؟ الاتهامات دي انا في رايي في نظيري ان كان يفترض ان اللي باشرها مباشره رئيس الوزراء تخصص الحاجه، كان يفترض على رئيس الوزراء هو اللي يوجه الاتهام اساسا، ومجلس الشعب هو اللي يباشر رئيس الوزراء نفسه. يعني كان يفترض عليه ان هو يتقصى اولا، ان هو المنوط به والمسؤول عن الوزير الاول، وكان يفترض حفاظا على كيان الوزاره دي ان الوزير ده يقدم استقالته فورا. بص، هو الصح الصح والغلط غلط، على اساس ان طبعا المفروض ان دي حاجات بيعاقب عليها القانون في الموضوع دوت يعني. هو ممكن ما يكونش رقم كده بالظبط، بس اكيد ان في فساد يعني، اكيد يعني ان في فساد في وزاره التموين، وزارات تانية كتير يعني. الاتهامات دي لو كان في ده أدلة بتثبتها فعلا فلازم يتعرض للمساءلة، هو مش أكبر من أي حد في يمثل قدام القانون، لأن كله قدام القانون سواسية. برضه نفس القصة، جهات مختصة وتبقى محايدة، ما يبقاش ليها أي انتماءات، لأن مجلس النواب طبعا أنا مش عارف انتماءاته شكلها إيه بصراحة، وبالتالي إحنا عايزين يعني بقى جهة تحقيق مضمونة ويتم التحقيق في هذا الموضوع. لان انا بصراحه مجلس النواب ما هوش مختص بالتحقيق في مثل هذه الامور، لان هو جهه توصيه، المفروض في جهات شغلتها دي بس. والله ده لو صحيح يبقى لازم بالمستندات، بالاوراق والمستندات، لازم يكون عندهم دليل قاطع. انما مثلا اتهام كده وخلاص لا، لازم اي اتهام، اي واحد بيتهم اي واحد اتهام لازم يكون معاه مستند رسمي او دليل على اتهامه ده. كده كده العمليه ببعضيها يعني متساويه، لجنه تقصي حقائق مش لجنه كله ببعضيه، معلش يعني مع احترام ليك، كله هيتسووها مع بعض يعني، معروفه مساويه مساويه يعني، هيسووها ببعض. طبعا واضح ان الملف ده مثلا ليه عشرات السنين، يعني واضح ان هذه السرقه مثلا ممنهجه مثلا من ايام مبارك، لذا هي اتعرفت بالصدفه مثلا،
هي اتعرفت السنه اللي فاتت بس ما حدش فتح الموضوع يعني بصوره كبيره، ولكن السنه دي مثلا اتفتح بصوره كبيره جدا وكشف للراي العام. وطبعا انا بشكر نواب البرلمان لان هم يعني عامل مساعد صراحه في اظهار الحقائق للشعب المصري. يعني الارقام دي هو يعرفها اللي هو قالها، انما احنا بنسمع من الاعلام ومن كل الدنيا والناس بتقول، وحتى بتوع الافران بيقولوا ان القمح نازل وحش، حتى العيش بعد الافران البلديه بيبقى عيش مش كويس، بس المصريين بياكلوا برضه. يعني احنا المفروض سمعنا القمح مسوس، القمح فيه ده، القمح ده نبطل يعني، بس هنعمل ايه؟ الشعب تعبان والعيش مدعم عشان كده بناخده، هنعمل ايه؟ امر الله، هنعمل ايه؟ احنا بس بنتلقى من الرئيس ان يراعي شويه الوزارات والحاجات دي، عشان الناس بتموت بالبطيء، الناس بتموت بالبطيء كده، حرام حرام حرام. مصر اصلا بتاع الناس الحيتان هم اللي بيعيشوا فيها، امال اللي زينا ما لهمش مكان.